خصص هذه المحاضرة علشان أقدر عشان تساعدني على إني أحدد التخصص الجامعة اللي راح أدخله بعد التخرج. وكانت محاضرة غنية عن التعريف، قدرت إني أتعرف على أهم الأشياء اللي لازم أتخذ اللي لازم أحطها في بالي علشان أحدد التخصص الجامعة اللي أنا راح أدخله، وساعدتني على إني قدرت أحد من القرار أحد من الخيارات اللي عندي، وهذا شيء ساعدني واجد.